طب انت شايف الموضوع موهبه ولا ممكن يجي مع الممارسه؟ لو حد بيحب الحاجه مع الممارسه تزيد. الاثنين الاثنين في نوعين من المصورين. مصور بالفطره عنده امكانيات معينه او عينيه كويسه في حاجات معينه، وفي مصور تاني بيضطر يدرس عشان يحقق ده، وحسب نوع التصوير المصور بيعمله. فهو موضوع مش اجابه بسيطه. طب لو انا مثلا واحد عايز اصور نفسي بقى، مش هصور بقى سيلفي، عايز اصور نفسي سيلفي مثلا. أوكي. السيلفي دايما بيطلعنا ايه، قريبين من الشاشه وبيطلع اشكالنا غريبه ساعات. العدسه الواسعه ليها التاثير ده. تقدر تعمل ايه عشان تصور نفسك سيلفي كويس؟ انا ما عنديش خبره في الموضوع. والله يعني ما فيش حد بيبعت لكم صور مثلا سيلفي؟ لا طبعا بيجي لنا، احنا بنعمل سيلفي ثريد، يعني بوست على الفيسبوك سيلفيات بس. كل فتره كده، عشان غصب عن الناس بتشارك صور سيلفيهات فترة كبيرة. فده بيحصل يعني. فإيه اللي ممكن يعمل سيلفي كويس في اعتقادي الشخصي؟ بس أنا مش بعمل النوع ده كتير. إضاءة كويسة، وتختار المنظر، يعني تختار زاوية التصوير بتاعتك والمكان اللي أنت بتحاول تحكيه.